كتير جدا في ردود الفعل بنقعد نقول لو الشخص الفلاني غير اسلوبه في التعامل معاه انا هبقى احسن بكتير. فالمشكله في الموضوع دوت ان الشخص الفلاني دوت لو غير، هنفترض انه غير اسلوبه معايا، هيجي غيره هيتعامل معايا باسلوب ما يعجبنيش، هل انا هتحكم في الكون؟ هل انا دوري ان انا اقوم الناس واقول لهم لازم تتعاملوا بالشكل الفلاني، انكم لازم تبتسموا لما حد يدخل عليكم، لازم صوتكم يبقى عامل بالشكل كذا؟ طبعا في كلنا بنحب يبقى الحياه ماشيه باسلوب معين، بس كلنا عندنا مشاكل، كلنا عندنا ظروف، وكلنا بنعمل ردود فعل بايخه مع ناس تانية والعكس بيحصل لنا. فدايما لما احنا بنقعد نقول لو الشخص التاني اتغير الحياه هتبقى احسن، وابتدي اراقب نفسي جدا لما اقول الموضوع ده، لان انا كل ما بعمله كل ما انا بدي قوتي لحد تاني، يعني ببقى اتحولت لشخص ضعيف مستضعف مش عارف يعمل اي حاجه تانية غير لما الشخص التاني يتغير. في حاجات تانية كتير قوي مختلفه. اول حاجه اشوف ايه اللي انا محتاجاه من الشخص التاني. مثلا لو الشخص يعني مثلا ممكن حد يتضايق ان لما ناس بتسلم عليه ما تسلمش عليه وهي مبتسمه، فده بيضايقه، فممكن يبتدي يزعق لها او ياخدها على جوه نفسه فيبتدي يطلعه على حد تاني او يطلعه عليهم بشكل تاني سلبي. فهي الشخص ده بالنسبه له الابتسامه بتديله احساس بالامان، بتديله احساس ان هو مقبول، يعني بيبقى ده شخص تعرض لمشاكل كتير في حياته بتحسسه ان هو غير مرغوب فيه، فبياخد اقل كلمه، بياخد اقل تعاليه في نبره الصوت على انها حاجه ضده هو شخصيا، في حين ان الشخص ممكن تكون طبيعته انه هو ما بيحبش يبتسم، او هو عنده رد فعل من حاجه تانية فهو لازم يبقى مكشر، لان ده هو واخد رد فعل لحاجه حاصله له ملوش دعوه بيا انا كشخص. لكن انا ببقى مقتنع لو الشخص التاني ابتسم قدام فيا او عاملني باسلوب احسن او اثنى على عملي او اي حاجه من الحاجات دي، انا حياتي هتبقى احسن. ومنها ببتدي اخد ردود فعل ان انا ممكن ابتدي اخاف، او ابتدي احاول ان انا اسعد اللي قدامي بطريقه زياده عن اللزوم عشان الناس تتقبلني، لان انا مستنيه منهم ردود فعل معينه تحسسني قد ايه انا شخصيه مقبوله، شخصيه محبوبه. فبالتالي ابتدي اطوع نفسي عشان اسعد الناس في سيناريو خيالي هو مش موجود. يعني انا مثلا برضو دي كان موقف ظريف انا تعرضت له اتعلمت منه جامد. بتعامل مع حد والشخص ده دايما في حاله دفاع مستمر عن نفسه، يعني مفيش اي حاجه بقولها غير ان الشخص ده لازم على طول يرد باسلوب دفاعي جدا. وبعد كده فهمت ان هم عندهم في الشغل بتاعهم مشكله ان دايما بيتعرضوا للوم، في اي حاجه بتتقال لهم عايزين يدافعوا عن نفسهم لحسن ياخدوا جزا يتجازوا او اي حاجه من هذا القبيل. ففي دماغي دايما متخيله ان الشخص ده واخد باله من ردود فعله ان هو بيرد عليا باسلوب فيه دفاع، فالاسلوب اللي فيه دفاع ده بيبقى اسلوب صعب. ففي مره حصل بيننا مواجهه والشخص قال لي جمله كانت جميله جدا، بس انا هعرف ازاي انك كنت متضايقه من اسلوبي لو انا ما قلتليش؟ انا افترضت ان الشخص كان قاصد ان هو يضايقني، لان مش طبيعي كلمه لما حد يقول على حاجه مش طبيعي يعرف يحط على تحتيها 60 خط، لان انا في دماغي انه مش طبيعي يحط عليها المليون الف خط مش 60، ان حد يدافع عن نفسه بالاسلوب ده الا لو هو واخد باله ومدرك وقاصد ان هو يتكلم بالشكل ده. بس خالص الشخص جوه رد فعل مع نفسه، عشان كده بقول ردود الفعل واللي اتكلمنا عليها من كام حلقه فاتت بتيجي من نفسنا. هو الشخص في رد فعل مع نفسه لانه على طول قلقان من اللوم، قلقان ان يحصل مشكله، قلقان انه يتقال عليه حاجه، فمش مدرك الكلام اللي بيطلع منه عامل ازاي. وانا باخد الكلام دوت باخده على نفسي بدل ما اخده انه شخص انه اتقال انه كلام، انا بقى اخده زي ما انا عايزه اخده، والشطاره ان انا اخدها باسلوب لحتى لو ضايقني اقدر اتحكم فيه واوقفه قبل ما يدخل جوه خزان المشاعر ويعمل الفرقعه اللي احنا عارفينها.